كلاسيكو الكرة السعودية الذي انتهى سلبيا البارحة لم تكن الأعين السعودية فقط هي من ترقبه، بل وصل مداه إلى رومانيا. ظفر المؤذن. اهتمام غير عادي ومتابعة حية لكلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد في الصحافة المحلية الرومانية. ووصفت صحف رومانيا بأن قمة الكرة السعودية كانت عبارة عن ديربي بين اثنين من أفضل المدربين الرومانيين العاملين خارج رومانيا. صحيفة برو سبورت والتي توزع أكثر من 300 ألف نسخة يوميا نشرت في صفحتها الأولى صورة المواجهة بين المدربين وقالت نتيجة بيضاء في الديربي الروماني في كلاسيكو الكرة السعودية. وعلى موقعها نشرت الصحيفة ملخصا بالفيديو للمباراة منقولا من إحدى القنوات السعودية. صحيفة غازيتا سبورت أشارت في تقريرها إلى وجود بعض المناوشات قبل المباراة بين ريجي كامب وبيتوركا، وقدمت وصفا للمباراة وأشارت في مقدمتها إلى تفوق الهلال في المواجهات المباشرة بين الفريقين، وقالت بأن الهلال فاز في 59 مباراة مقابل 36 للاتحاد من أصل 129 مباراة. وسجلت الصحيفة نحو 450 ألف زيارة على موقعها بالفيسبوك في الصفحة التي تضمنت تقرير المباراة. وعلى موقعها بشبكة الإنترنت نشرت صحيفة جي اس بي سبورت صورة لريجي كامب مدرب الهلال وهو يرتدي الزي التقليدي السعودي خلال إحدى المؤتمرات الصحفية وأبرزت تصريحاته بعد المباراة. وقالت الصحيفة بأن المباراة غابت عنها الأهداف وكانت الأفضلية نسبية للهلال، مشيرة إلى أن بيتوركا مدرب الاتحاد انتهج خطة دفاعية أكثر منها هجومية. وخصصت صحيفة أدي فارول من جهتها تقريرا مطولا عن هذه المباراة مع وصف دقيق لمجرياتها، وقالت بأن لا أحد من المدربين تفوق تكتيكيا على الآخر ونتيجة التعادل كانت عادلة. وركزت الصحيفة على الحضور الجماهيري والذي بلغ 60 ألف متفرج، مشيرة إلى أن هذا الكلاسيكو يستقطب اهتمامات عشاق الكرة في السعودية. ظفر المؤذن، العربية. من جدة يلتحق بنا المدرب السعودي حمزة إدريس اللاعب الدولي السابق. حمزة أهلا بك معنا. يبدو أن الكلاسيكو لم يكن مخيب لأمال السعوديين فقط بل أيضا للرومانيين من خلال الصحف ومتابعتهم. لا نستطيع الحديث عن المباراة لأنها كانت يوم أمس وتم الحديث عنها في نشراتنا الرياضية، لكن أريد أن أتحدث عن بيتوركا تحديدا كمدرب، وهو الذي أمس كان على المحك وأخذ وقته الكافي طوال أكثر من 20 يوما لإعداد الفريق، وتعتبر هذه مباراة حقيقية له، يعني مباراة هجر لم تكن كذلك. كيف رأيت بيتوركا أمس؟ بالتالي امسي عليك في البدايه. صراحه بالنسبه لي نعم. اعتقد كانت تجربه ناجحه. شفنا شكل الاتحاد، شكل مختلف. الاتحاد من موسمين تقريبا ما بيلعب مباراه بشكل مرتب او تحس انه فريق منظم، لا دائما بنشوف عشوائيه في الاداء حتى لو الاتحاد بيفوز. لا البارح اعتقد حتى جماهير الاتحاد خرجت راضيه من نعم. شكل الفريق. شفنا اول شيء في اختياره للتشكيله كان مطبق مبدا العداله، شفنا أسماء برزت معاه في المعسكر كانت متواجدة، شفنا عودة حمد المنتشري لتقديم أداء جيد، فمعناته يتعامل مع حمد من الناحية النفسية والمعنوية بشكل جيد. ممتاز. شفنا حمد كان نجم اللقاء البارح. شفنا المساحات داخل في وسط الملعب، الفريق كان يتحرك ككتلة، الضغط كان عالي في وسط الملعب. الهلال كان يتفوق من الناحية من ناحية العناصر والجهازية والوضع الفني اللي هو كوصيف بطل آسيا. نعم. لكن قدر الاتحاد في وسط الملعب انه يمنعه من بناء اي هجمه صحيحه. ما شفنا الهلال كان قادر على الوصول. فبالتالي كبدايه كاول مباراه حقيقيه للفريق، لا شفنا في تغيير خاصه من الناحيه الدفاعيه. هو بدا بالجانب الدفاعي لانه الجانب الدفاعي اللي كان يعاني منه الاتحاد، الجانب الاضعف. جميل. الاتحاد كان يلعب حتى مع الفرق اللي هي اقل او الفرق المتاخره في سلم الترتيب، مع ذلك كان دفاع الاتحاد دائما نلقاه يتعرض لحالات ينكشف فيها، سجل في مرمى 4-5 اهداف، بنشوف الفريق
دائما بعيد جدا عن بعض في فراغ بين الدفاع والمحاور. لا شفنا الفريق بيأدي بدور دفاعي على أعلى مستوى، يحتاج أنه هو يشتغل في الناحية الهجومية، يحتاج تغيير في أجانبه عشان يقدروا يضيفوا له، يحتاج عناصر خاصة في طيب خط حمزة الهجوم عشان يقدر يكون مغامر في تفاعل أقوى مع خطته وترتيب للفريق بشكل أكبر. ما كان مغامر بتركة أنه مباراة كلاسيكو مش مباراة عادية، ويعطي الفرصة، يمنح الفرصة والثقة للعديد من الشباب، بعضهم يظهر للمرة الأولى من البداية، أقول من البداية، وكانت يعني ويعيد اكتشاف لاعب اهتزت الثقة فيه في مدرج الاتحادي مثل حمد المنتشري، ويقدمه في قالب جديد أو مجدد، خليني أقول ويذكر بحمد المنتشري السابق. كانت هناك مغامرات من بيتوركا ولا هي مدروسة وفق المعسكر؟ لا، هو مدرب يحترم نفسه، أعتقد أنه هو مدرب يحترم نفسه. نعم. مدرب ما وصل للمكان اللي هو فيها إلا أنه مدرب دائما يطبق مبدأ العدالة. اللاعب اللي بيجتهد في التمارين، اللاعب اللي بيأدي، نشوف تصريحاته القوية، نشوف مواقفه القوية. لاعب ممكن مدرب ممكن يكون في صف اللاعب بشكل قوي يدافع عنه، لكن ما عنده استعداد يخسر نفسه. هم اللاعبين اللي أخذوا الفرصة البارح شفنا أداءهم، لو اللاعبين دول ما قدموا مستويات جيدة أقول جميل. أوكي ممكن المدرب غامر. لا، هو عارف إنه لاعبين وكانوا في جهازية مناسبة، عارف إنهم قادرين إنهم يخوضوا هذه المباراة، عارف إنه هو بيوصل رسالة للاعبينه إنه في الأخير اللاعب الجاهز هو اللي حيلعب، اللاعب اللي بيأدي في التدريبات هو اللي حيحصل على الخانة، حيخلق تنافس. جميل كابتن، في اختصار باقي عندي بس نص دقيقة، أنت قد سألتك أنا وقلت لي إنه الاتحاد ما ينافس قبل ما يجي بتركا، اليوم أسألك مرة ثانية، الاتحاد يفتح طريق جديد للمنافسة على الدوري مع بتركا؟ لا، هو شو أنا، هو الاتحاد صعب إنه ينافس أو يكون بطل دوري، لكن الاتحاد لو استمر مع بتركا لمدة موسمين حيقدر يخلق جيل جديد إنه يقدر ينافس على البطولات حتى على مستوى آسيا. جميل. عنده صعوبة إنه يكون منافس الآن، هو محتاج لاعبين أجانب، محتاج أدوات بشكل أكبر، حتاخذ وقت، ممكن يخسر نقاط في خلال الفترة هذه، فصعب إنه ينافس على الدوري، لكن يقدر ينافس على الكؤوس. شكرا جزيلا المونديالي حمزة إدريس مدرب الحالي، شكرا كابتن. عن عمر هوساوي وقضية فسخ عقده ومفاوضات الهلال له التي دارت شائعات حولها، الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر يتحدث. بن تركي ان شاء الله يعني الاستثمار او الرعاة ان شاء الله، احنا نعمل وفي إدارة الاستثمار يعملون على ان شاء الله انه تكون في عقود مفيدة لنادي النصر، بس احنا قاعدين ناخذ وقتنا زي ما قلت انا في المؤتمر المشهور. سمو الامير، مرحلة كانيدات صدرت وايضا المباراة الاخيرة كان في فرق في المستوى، ما الفرق بمستوى النصر بين كانيدا وديسل؟ المستوى يعني اطلق عنان اللاعبين لهجومه، صار اللعب هجومي اكثر. حسيت حكوا معك الجمهور اللعيبة؟ واضح اصلا بدون ما يحكوا، انا عارف ديسل من اول يعني. حتى ما سويتوا له مؤتمر تقديم، خلاص صار يعني ابن ابناء النادي. ابن ابناء النادي صحيح. ان شاء الله الجمهور يحضرنا، اللي يعتب عليهم يعني، لكن ان شاء الله الجمهور عندهم مباراة الفيصلي بتكون في الرياض يوم الخميس في الليل، حتى لو برد يعني الناس تطلع البر، فندعوهم ان شاء الله في ملعب الامير فيصل بن فهد الله يغفر له ويرحمه، ان شاء الله الجمهور يبيضها مع اللاعبين. اتوقع ليه ما يحضرون؟ والله ما ادري يعني، ما في سبب يعني، انت ما في سبب يعني، ما في سبب مقنع بالنسبة لي. في الست أيام الماضية لا حديث يعلو عن حديث عمر هوساوي، أنت قلت لنا أنه خلاص هو لاعب وانطوت وابني وجاء اعتذر مني، لكن وكيل أعمال الرسمي نوخ المهدي صرح أنه فيه لاعب نادي فاوضه في معسكر المتفرق. أنا أشكر الأخ نواف المهدي على العمل اللي قام فيه، ونواف يعني وكيل محترف ومحترم، لكن هذا السؤال وجهه له. ما قال لك؟ أنا سألت اللاعب قال ما حد فاوضني. الوكيل قال إنه فاوضني في معسكر المنتخب. اسأل الوكيل. أنا تكلمت مع اللاعب قال ما حد فاوضني، وأنا أصدق اللاعب. طيب لو حدث هذا ما تخاف إنه لعيبتك مستقبلا في المنتخب يتم فاوضتهم نفس الطريقة؟ والله شوف، اللاعب ما رفع في الأخير هذا نادي كبير واسمه نادي النصر السعودي، اللي يبغى نادي النصر الله يحييه، اللي ما يبغى نادي النصر نجيب بداله 4 أو 5، ما عندي مشكلة. هذه وقفتنا الأخيرة، نتابع بعدها.
الجزائري شكلام للعربية، اللاعب السعودي ثري، فلماذا يحترف خارجياً؟